أن نعيش إحنا أولادنا عظيم. هذا تاريخ عظيم، وبارك الله في جميع الناس القائمين على هذا المجهود الكبير، لأن شبابنا ما كانش يعقل هذا التاريخ، ما كانش يعرف هذا التاريخ. وإحنا يا الكبار والمنظمة تاع المجاهدين الحمد لله العالمين راح تخدم وتبين هذا التاريخ. على البريد كانوا فيها ستة تاع الناس، ستة من المهاجمين، ستة كوموندوس في ستة تاع الناس، في زوج من عين الشد وعلى رأسهم هو أحمد بوشعيد ورفيقه محمد بويحيى، واثنان من منطقة القبائل كانوا فارين هنا في وهران، رابح لورديوي وعمر حداد، وآخر كان السائق نتاع الكوموندوس محمد علي خيطر، وليس خيطر، محمد علي خيطر، وأحد الأبطال الكبار تاع الجزائر اللي هو سميداني بوجمعة. هذين هما المنظمة الخاصة تحت إشراف حسين أي تحمد وحمد بن الله وحمد بن إدريس وغيرهم من الأبطال. العملية هذه تمت في صبيحة 5 أبريل 1949 من أجل استهداف هذه الخزان. الفكرة تأتي لتأكد أن الثورة لم تكن هكذا، بل كان هناك مخططون ومنفذون لها من شهداء ومشاهدين نواسب وأحفاد. فرنا في معلم تاع البريد المركزي درنا معرض من فندين مصلحة الأرشيف في بلاد الوطن، وكذلك يتم عقد شريط وثائقي حول مجريات هذه المجريات هذه الهجوم، شريط من إنجاز للمشاهدين، وندعو المواطنين للحضور بكثرة لزيارة البريد المركزي للإطلاع على جزء ولو صغير من تاريخ الثورة التحريرية اللي كان بقيادة هنا على مستوى البريد المركزي هجوم مفيد بقيادة كل من الشهداء والمجاهدين، منهم أحمد بوشعيب، أحمد بن بلا، شهيد حمو بوكليليس، كذلك سعتي لمي جلود، وهم كثر المواطن يتم يقدر يطلع على كل مراحل هذا الهجوم عن طريق المعرض وعن طريق الشريط. هي ذكرى 74 للهجوم المسلح على البريد المركزي في ولاية وهران. نقف اليوم وقفة إجلال من هنا من مركز البريد في ولاية وهران، ونرحموا على شهدائنا الأبطال اللي ضحوا ببطولتهم المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي وهاجموا البريد المركزي وحاربوا وضحوا. بمناسبة إحياء الذكرى خاصة للبريد المركزي، فإن مصلحة الولاية للأرشيف تشارك في هذه المناسبة بعرض صور تاريخية، صور للشهداء خاصة بهذه الذكرى الغالية عليهم.